واش دابا غادي نديرو لازانيا؟ غنقسم لازانيا دابا غير ليا وليها غير صغير. غير صغيره لازانيا صغيره ديرها لينا بجوج. المهم كثر الخوت هنا وباش عرف واحد القضيه الخوت الكفته كطيب بلا زيت بلا والو هي كتلقى من الشحم ديالها كتلقى الزيوت ديالها يعني داك الزيت اللي كنديرو حنا الخوت امر الدهنيات انت الله الا بلا زيت بلا والو You're gonna get a lot of oil from the cheese anyway. See, the one thing that we have in the Maghreb is that we eat any thing that we eat. We eat any thing, we don't eat the meat, we don't eat the meat, we don't eat the meat. Any thing that we eat, we eat. Think of all the oil you're gonna have off the cheese. Yeah. Anyway. Yeah. Yeah. Look at the meat, I don't want to touch the oil. ندير كنور ديال البقري فيطيب معاها هادي اللازانيا اخوت من بيا فاميلي اول جو سويت ماي لازانيا يا انا يوسف كفاية يا ديالي كانت كتعجبهم اللازانيا ديالها اللي كطيب قبل ما تحط هذاك الشيء يقولوا ليه الكفته في داك الكاسرونه تما حيد كاع داك اللي دام اللي غادي يخرج هنايا عندك ما تحيد ما تحطوش معاه يعني هنا بالزوين يعني بنادم يبقاش ياكل الدهنيات يجي وناني اويل ما خاصكش تكون حتى شي زيت في هاد الماكله هذا المهم كدير البصله هنا الخوت كتقطعها والثومه كتوجدهم حتى هما زيت لون قالت لك الزيت العود زيت لون الثومه قالتك زيت العود ديال التومة هذا واش كيتباع عندنا في المغرب ولا لا ما عرفتش اوليف اويل وديال التومة فيه التومة زيت العود مخلطة مع التومة هاو ماتش جست الليتر بس راه دار شوية اللي كيبان لكم شوية يعني نسمات به ديك سبون بحال عاشقة الخوت شوف شو شحال خرج ديال الماء الخوت الناس اللي كدير الزيوتات وما عادش شنو ها هو بلا زيت بلا والو لا حتى ديريكت المقلة وما نخش دابا هاديك الكفتة غادي نلوح عليها شوية البزار والملحة ما عمز على سما كيكة غادي يا الأم ديالها غادي تاخذ لنا الكيكة أخو شوية الملحة يا من سمي جاري ده give me another spoon هاي دك الكفتة خوت you want spoon give me the metal one please هاتي اللحم ودابا دك البصلة والثومة كيطيبوا هنا كيتحمروا I'm only doing one onion because it's only me and you ورضينا غير هذا بصلة وحدة غير انا وياها do a big one I do three white onions yeah الا كانت يعني على حسب القياس نتوما الخوت شحال غادي دير بحال دابا غير انا وياها دارت غير بصلة وحدة this what you said yeah like I always if I read a recipe and it says do like two onions I always do more because we like onion yeah راي يا اميرة اخوت راه ودابا هي الكفته دابا غادي تخلط مع هذاك البصله وداك الشيء يطيبوا شويه هاد الشيء راه ما كاينش الزيت الخوت كاين غير داك النقطه صغيره ديال الزيت دابا غادي ندير داك بولونيز الخوت هادي خاصه ديال لازانيا راه كتباع هادي حتى لك مكتوبه فيها لازانيا
كتشوبها على بولونيز ديال لازانيا وكتزيدو فيها شوية الماء كتخلطوه شوية صحة ماشي شي صعيبة سهلة بزاف هذيك اللي كتشريوها من برا وكتشريو حتى هذه بشاميل I do make my own bechamel. ولا تقدروا تصايبوها ملي كانت في المغرب كانت كتصايبها غير راسها بشاميل كتصايبها غير راسها كاينين فيديوهات كيفاش تصايبها بشاميل راه على بزاف كنظن بالحليب والزبده والدقيق You made it by flour and milk and butter and butter آه داكشي اللي قلت لكم وشويه البزار بشاميل هذه كتصايب غير بالزبده و داكشي يقولوا ليه الفورص والحليب وشويه البزار المهم هاي صافي راه حطيناها كطيب الخوت المهم صافي هي دارت ليهم نص طيبه الخوت دابا غادي تفرش دير طبقات دابا حاليا كتشاو البصله وديك الثومه كاتها cut up my lasagna sheets because my dish is really small. هما هذو راه كيتباعوا راه عرفتي هما ديال الخبز باستا تقول باستا يا باستا قطع هرسات بحال هكا حيت هذه صغيره هذه ديال لازانيا المهم هاي ديك البشاميل اللي قلت لكم كتفرشوها هنا كاين اللي ما عارفش حنا كنشرحوا صافي هاك تفرش طبقات وتبقى تلعب بهم بحال هكا دابا تفرش عاوتاني وتحط عاوتاني الكشف فوقهم just enough to like cover doesn't matter if it's messy هادشي غادي يذوب ويلصق مع بعضياتهم الخوت دير طبقات دابا طبقة فوق طبقة Do you like my lasagna? Yeah. Promise? Promise. It's easy, really. سهلة الخوت بالخف Just give yourself an hour سهلة That's with like cutting on your veg Stuff like that as well Don't waste it, just put it in يا بلا ما تضيعوهم غير لوحوهم تما صافي حتى غادي يلصقوا تبقى مهوره الخوت غادي تكون ان شاء الله تبارك الله ما شاء الله سيد هاي سيد ابن عشية سيد The best part Yeah دابا الفرماج الخوت تال الاخر عاد كدير الفرماج you can put this every time you do this you can put some of this on top if you want to but that's a cheesy one you can buy a normal قالت لك تقدروا تحطوا الى مكان هذا مع فيها الفرماج دير فيها الفرماج الى ما كنتو صايبتو غير هذاك ديالكم البشاميل ديالكم يعني كل طبقه غادي ديروا من هذاك البشاميل وحطوا شويه الفرماج It's up to you. It depends how cheesy you like it. Yeah. هذاك هو كيبقى الاختيار ديالكم شحال ديال الفرماج كتبغي يكون فيها المهم دابا اغلبيه الناس كيديروا الفرماج من الفوق صافي باش يشد هاي كيكتبها هنا هي هذه لازانيا الخوت كتخرج بحال هكا والفرماج كيبقى شاد من الفوق نعم تبارك الله صح خوت دابا راه دخلت على غفله شوف لقيتها دابا كدير لقيتها دار سلقات الحامض دارتي شحال من حاجه دابا كتقطع في الحامض باش غادي تصيرو
اللازانيا تندي اوفن از ويل اف يو وان تو اللازانيا فيها في الفران الخوت دابا كدير الحامض المصير الخوت انا حادقه قالت لك انا حادقه ها هو الخوت ها وهذا هو اللي دارتو داك النهار هي اللي دارتو والله هي اللي دارتو بالله كتصيرو دابا ولات كتصير الحامض حيت من نهار عجبها ملي جبنا معنا داك الحامض المصير من المغرب صافي وعجبو ولات باغا ديرو لقات طريقه كيفاش ديرو ولات كدير الحامض دابا ديما ميك يور اون تشيبر قالت لك هذه المره ديال الزمان قالت لك صايب شي حاجه من الدار باش تكون شي حاجه رخيصه اما تبقى تشري شي حاجه من الزنقه راه غالي ياك قلت يا ياك لا يعني احسن حاجه الخوت يعني البرا هي تكون ديال الزمان تكون كدير شي حاجه في الدار طيله بحال الوالده والله يعني توفر على الراجل لا حيت الراجل ديما جيبو خاوي راه كي خوا جيبو متقوب كيف كنقولوا عفوا ماشي خاوي جيبو متقوب ولا انما المراه هي اللي كتجمع الا كانت المراه ما كتنجمش وكت هي كتشريها في الخوا الخاوي السقاطه راه كاع فلوسو غادي تضيع عليه شو ما لازانيا فيها ايوا المهم راه كتفلحوا دابا وكتعمروا بالملح كتعمروا مزيان بالملح صافي اصلا ما كدير فيه لا ما لا والو هذا راه الماء ديالو بوحدو هذا الماء ديالو بوحدو صافي كتخليه واحد سيمانه وكاك مسدود حابس عليه النفس ما تدخلش ليه باش يلاه يطلع وياخذ هذاك الملح ديال بصح مزيان خدامه مسكينه مهم راه كتصير في الحامض دابا I gotta do it because you won't just become a طنجية قالت لي انا ضروري خاصني ندير حيت كنبغيو الطنجية ولا دجاج محمر مثلا ولا شي حاجة بحال هكا خاص الحامض ولا الخرشف مثلا مهم الخوت ها هو راه دارت جوج باش توجدهم هادو دابا ان شاء الله ما يتحلوا على واحد سيمانة تقريبا ولا كثر حد سيمانه اكثر غاد عادي تحلو وهاد القراعي هادو يعني خاصين غير ديال هادشي يعني النفس ما كتدخلش ليهم انا نعطيكم وحده نوريها لكم اللي خاويه شنو فيها هاد الجلدات هادو اللي ما كيدخلوش البردقه يعني النفس ما كتدخلش نهائيا صافي دابا غيبقاو مسنودين عليهم واحد السيمانه عاد غادي تحل هاد القراعي ان شاء الله ونشوفوهم ديك الساعه يعني بحال هادي خلاتها تقريبا اكثر من سيمانه حيت كانت عمرات حتى الفم هاد راه عمرات حتى الفوق وخلات سيمانه اكثر من سيمانه هكاك عاد حلات يعني راه لويز راه ولات مرا ديال الزمان الخوت ها هي لازانيا شو هذاك الزيت يعني قلنا ما تحطوش فيه الزيت هي زيتات من الفرماج الخوت وانت سكوب ليت ات سيت فور لايك 10 مينيتس قال لكم ملي طيب صافي خليها خرجها وخليها تقريبا واحد 10 دقائق ولا 15 دقيقه يعني باش يلاه تجمع وتشرب كذاك الا قطعتيها دابا غادي تمشي كلها تشتت سي بايلين يا هما الخوت هاي راه حطاتها اش كيخرجات صافي راه قد الاداء الحمد لله نمشيو نحلوا دابا صيامنا الخوت شكرا لكم بزاف بزاف لا قلت كذا ما غاديش نهضر دابا حاليا حتى نهار نغلق المهم الخوت شكرا لكم بزاف بزاف تلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله السلام عليكم الله يقبل لكم فطوركم ان شاء الله